السلام عليكم أخواتي، أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم عالم سهام. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو بألف صحة وعافية. اليوم أخواتي، وكما طلبتم مني بالتعليقات، وصفات ممتازة مضمونة النتيجة لشد بشرة الوجه لإعطائكم تغذية عميقة لتحسين مرونة الجلد وزيادة إنتاج الكولاجين، وهذا للقضاء على التجاعيد سواء كانت عميقة أو خطوط رقيقة، أي بداية للتجاعيد بوجهكم في جميع المناطق حول الفم، تحت العينين، بالجبهة، كلها ستختفي إن شاء الله وبإذنه بهذه الوصفات التي سأقدم لكم اليوم، فهي مضمونة النتيجة، فتابعوا معي للآخر. سنحتاج أخواتي لبذور الكتان أو زريعة الكتان، معروفة بقدرتها على القضاء على التجاعيد منذ القدم، تعطيكم مرونة للجلد وتحسين في إنتاجية الكولاجين، وبالتالي القضاء على التجاعيد وملئها. نأخذ القليل منها ونقوم بطحنها بهذا الشكل، لا تقوموا بطحنها إلى أن تصبح على شكل بودرة، بل اهرسوها قليلا فقط بهذا الشكل. وضعي منها مقدار ملعقة صغيرة مملوءة جيدا. سنضيف إليها أخواتي ملعقتين كبيرتين من الحليب. نخلط العناصر هكذا ونتركهما لمدة 5 إلى 10 دقائق لتتشرب بذور الكتان الحليب جيدا، ونضيف إليها مقدار ملعقة صغيرة من زيت أرغان. إذا لم يتواجد لديك زيت أرغان فيمكنك أن تستخدمي زيت اللوز الحلو أو زيت الزيتون البكر، كلها زيوت صالحة، لكن كما نعلم زيت أرغان هو زيت ممتاز للتجاعيد، يقضي عليها في أقل وقت ممكن. خذوها أخواتي وضعوها في أي علبة زجاجية لديكم. يوميا ستضعين من هذه الخلطة هكذا على بشرة نظيفة، وتقومين بالدلك إلى أن تمتصها بشرة الوجه. قمي بوضعها كذلك على العنق، على اليدين، على القدمين، أي مكان تعانين به من تجاعيد وخطوط رقيقة. بالنسبة لي فهذه المقادير تحضر لعلبة صغيرة هكذا، أستخدمها لمدة 3 إلى 4 أيام، فهي تبقى صالحة إذا احتفظنا بها بالثلاجة. نتركها هكذا على الوجه إلى أن تجف وتمتصها البشرة. بعد ذلك اغسلي وجهك وانظري إلى النعومة وشد الوجه الذي ستلاحظينه تماما بعد استخدامها. وكما قلت لكم استخدموها 4 مرات بالأسبوع إلى أن تنتهي الكمية. قوموا بإراحة بشرتكم لمدة 2 إلى 3 أيام واستخدموها مجددا، وهكذا إلى أن تحصلوا على النتيجة التي تريدون. وقبل أن نمر للوصفة الموالية، أتمنى منكم أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا كذلك أخواتي الاشتراك بالقناة فضلا منكم وليس أمرا، بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو مع تفعيل زر الجرس الصغير بجانبه لتتوصلوا بكل جديد وبكل الوصفات المجربة والمضمونة فور نزولها على القناة. شكرا لكم. سنحتاج أخواتي للشاي الأخضر أو الأسود، أي نوع شاي يتوفر لديك بمنزلك استخدميه، فجميعها أنواع مضادة للأكسدة، تحارب الجذور الحرة ببشرتنا وتعطيك بشرة مشدودة ولامعة وغنية بالكولاجين. ستأخذين هذه الحفنة وقومي بطحنها إلى أن تحصلي على هذه البودرة، فهي بمثابة كنز لشد الوجه أخواتي. سنأخذ منها ملعقة صغيرة هكذا، وسنضيف إليها ملعقة صغيرة من بذور الكتان، نفس المقدار. إذا أردت تحضير كمية كبيرة فاستخدمي دائما نفس المقادير من الشاي وبذور الكتان. وسنضيف نصف كوب شاي صغير من زيت الزيتون. إذا لم يتواجد لديك زيت الزيتون فاستخدمي زيت المائدة أو أي زيت متواجد لديك ببيتك، تفادي فقط زيت جوز الهند، فهو يستخدم فقط للبشرة الجافة جدا. وسنضيف أخواتي كبسولة من فيتامين أ أو فيتامين إي، فيتامين ه، فهي كذلك تعمل على شد البشرة وتعطيكم مرونة أكبر. ضعي هذا الزيت في أي قنينة فارغة لديك ونظيفة، واحتفظي به في مكان مظلم وجاف، لا تضعيه بالثلاجة بل فقط في مكان قرب سريرك، في درج مثلا يكون مظلم. استخدموا هذه الزيت أخواتي كل ليلة على وجهكم، رشوها وادهنوا وجهكم بشكل جيد مع عمل حركة تدليك
من الأسفل إلى الأعلى دائماً، للجبهة، للخدود، للدقن، أي مكان تعانون به من تجاعيد أو احتمالية وجود تجاعيد بها فاستخدموها، فهي زيت رائع جدا، غنية بمضادات أكسدة، تحارب الجذور الحرة، تعمل على زيادة إنتاج الكولاجين بوجهك وتحسين مرونته. واستخدموها أخواتي لغاية انتهاء الكمية، فهو لا يفسد، تحضر كمية أخرى، لن تستغنوا عنه أبدا بعد تجربته. لننتقل الآن للوصفة الموالية. سنحتاج عزيزتي لملعقة شاي مطحون هكذا، نضعها في إناء، أضيفي إليها ملعقة صغيرة من الأرز المطحون على شكل بودرة، ملعقة صغيرة من الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، الياغورت، اللبن، الروب أو دان المسوس، كل بلد وكيف يسميه. وسنحتاج لزيت اللوز الحلو، ضعي منه كذلك ملعقة صغيرة، هو اختياري أخواتي، إذا لم يتوجد لديك فاستخدمي عوضه أي زيت مرطب لديك، زيت الزيتون، زيت الليمون، زيت جنين القمح، كل هذه الزيوت صالحة. نخلط هذه المكونات جيدا لنحصل على وصفة أو خلطة تضرب عصفورين بحجر واحد، فهي وصفة صالحة للتبييض ولإخفاء التجاعيد بسرعة في آن واحد، غنية بالفيتامينات، بالمعادن، فيتامين دي، مجموعة فيتامينات بي التي تساعد على إخفاء التجاعيد والتخلص منها، وكذلك تبييض البشرة وشدها وإعطائها مرونة وزيادة في الكولاجين بها. خلطي جيدا هذه العناصر هكذا، قومي بفرده على بشرة وجهك بهذا الشكل واتركيه إلى أن يجف تماما، ثم بلطف سنبدأ بإزالته أولا بقطنة دائرية بالماء الدافئ، بعد ذلك اغسلي وجهك جيدا بالماء البارد. طبعا هذه الوصفة إذا دومتم عليها لأربع مرات بالأسبوع فقط تعطيكم شد جميل للوجه وبياض بأربع درجات، جربوها ستحسون بالفرق بأنفسكم. يتصلح لجميع الفئات العمرية، كذلك تصلح لعلاج التجاعيد كما قلت لكم، وإذا لم تكن لديكم تجاعيد فتصلح للوقاية وشد البشرة، وبهذا تأخير ظهورها إلى عمر متأخر جدا. بالنسبة لهذا الباقي أخواتي فنحتفظ به بالثلاجة، غطوه ببلاستيك غذائي، وفي اليوم الموالي عندما تريدون استخدامه أضيفوا إليه القليل من الحليب أو القليل من ماء الورد، لأن الأرز والشاي يتشربون الزبادي الموجود به، وبهذا تصبح لديكم الخلطة جاهزة من جديد. الوصفة الموالية أخواتي وصفة سهلة جدا كذلك، ستأخذين قشر البرتقال، خذي حبة برتقال نظيفة، نظفيها جيدا أولا، سنأخذ منها مقدار ملعقة صغيرة من القشر فقط، خذيها وضعيها في قنينة نظيفة مباشرة، ونضيف إليها ملعقة صغيرة من حبوب الشاي الأخضر هكذا، ونملأ القنينة بزيت الزيتون أو أي زيت لديك مرطبة، نرجها قليلا لكي تتجانس العناصر هكذا. هذه القنينة أخواتي تحتفظون بها في مكان مظلم بدرجكم وتتركونها لمدة أسبوع بالكامل قبل أن تبدأوا باستخدامها، ستحصلون على زيت قشور البرتقال والشاي الأخضر الرائعة لشد التجاعيد. صدقوني إذا استخدمتم هذا الزيت يوميا بالليل قبل الذهاب للنوم فستحصلون على بشرة مشدودة رائعة الجمال، وكذلك بيضاء بسبب قشر البرتقال الذي يحتوي على نسبة مهمة من فيتامين سي، فهذا الزيت أخواتي يصلح لجميع أنواع البشرة إلا البشرة الدهنية، فكما نعرف جميعا الزيوت لا تصلح لها، فيمكنكم أن تستخدموا باقي الوصفات التي شاركت معكم سابقا. هو زيت يضاهي أقوى وأغلى الزيوت العالمية فعالية، يمكنك أن تحضري ببيتك بخطوات بسيطة جدا وتحتفظين به إلى أن تنتهي الكمية، ثم تحضرين كمية أخرى مجددا، وكل يوم تقومين برجه هكذا لتتفاعل العناصر مع بعضها البعض. وهكذا عزيزتي أكون قد شاركت معكم أربع وصفات كلها مجربة، كلها مضمونة النتيجة، تعطيك شد وتبييض ممتاز للبشرة، تضرب عصفورين بحجر واحد كما قلت لكم، وصالحة لجميع الفئات العمرية.
لا تنسوا أخواتي أن تجربوها وتكتبوا لي آراءكم بالتعليقات، وكذلك جميع الوصفات التي تريدون أن أشاركها معكم، فأنا راهن إشارتكم بإذن الله. أشكركم على متابعتكم ووفائكم الدائم، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. دمتم في رعاية الله وحفظه.